بروفيسور زهير بغمامة، غلا مدى 46 يوما من الحرب الوحشية على غزة، أي ما يقرب من شهر والنصف. اليوم اللواء أفرايم هاليفي الرئيس الأسبق للموساد يقول إن من المؤسف أن كثيرا من يتولون المسؤولية الآن لا يعرفون حماس بشكل حقيقي، ولا يعرفون غزة، ولا يجيدون قراءة خريطة الشرق الأوسط، بل مضى قائلا هم ليسوا تنظيما سياسيا وعسكريا فحسب، بل فكر وقناعات، يتحدث عن حركة حماس، وإذا قضيت على قيادتهم وحتى على تنظيمهم كله وهذا غير واقعي، فإنك لا تستطيع القضاء على فكرهم وسينبزون لك من تحت أرض ما في وقت ما. لذلك يجب أن نضع أهدافنا بشكل واقعي وأقدامنا على الأرض. هذا كان لواء، وكان أيضا في منظمة في الاحتلال الإسرائيلي، ويقول كل هذا عن حركة حماس، ويثبت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقرأ جيدا ولا يعرف المقاومة ومبادئها. صحيح، وفي إسرائيل أصوات كثيرة الآن أصبحت تتحدث بواقعية وبموضوعية، ليس لأنهم ربما، ولكن لأن هذا هو الحال. هذه حرب الآن بلا أفق سياسية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. صحيح أنها جاءت برغبة الانتقام الأعمى بعد ما حدث في 7 أكتوبر، ولكن هؤلاء ذهبوا وجروا معهم الكثيرون إلى حرب سبق وقلنا بأهداف عالية بسقوف عالية، ومرت 48 يوم من دون أن وهم يلاحقون هذه الأهداف من دون جدوى. أتكلم عن الأهداف السياسية فقط، الدمار والتدمير والقتل والإبادة، وهذه ليست أهداف للسياسة، هذه وسائل كان من المفروض في عقلية الإسرائيلي أنها تدفع بالمقاومة وتدفع بالشعب الفلسطيني العزيز في غزة إلى الاستسلام، ولكن إلى حد الآن لم يحصلوا حتى على هذا الأمر. إضافة إلى ذلك، لا شك أن الإسرائيليين نعم لا يقرؤون تحولات كثيرة تجري في المنطقة وتجري في العالم، قضية مثلا قضية وحدة الساحات هذه، وإن كان رأينا بروفا يعني مصغرة لماذا يمكن أن تعطي مستقبلا في هذا الشأن حين تتحرك الجبهة في جنوب لبنان، وإن كان على المستوى الذي تحركت به، وحين تتحرك جبهة جديدة في اليمن، وحين تتحرك ساحات في العراق وداخل سوريا، هذا يعني هذا يشي بأن المنطقة تتغير. لذلك نتنياهو كان محقا حين قال بأن، وإن كان في الاتجاه الآخر في الاتجاه المعاكس، حين قال بأن 7 أكتوبر أو ما سنفعله بعد 7 أكتوبر سيغير الشرق الأوسط والمنطقة، لا، 7 أكتوبر غير وأشياء كثيرة تغيرت في المنطقة وجعلت وستجعل إسرائيل أعجز على أن تحقق أهدافها بالطريقة التي طالما اعتقدت أنها تستطيع من خلالها. ثم أيضا لا شك أن هناك هذا المعطى الاقتصادي أيضا، هؤلاء لا يستطيعون البقاء في الحرب لمدة تزيد عن الشهرين. إسرائيل الآن تنزف ماليا واقتصاديا بشكل كبير جدا، وتحت ضغوط قوية من قبل المؤسسات العاملة هناك، ولا يمكن أن تذهب إلى حرب مفتوحة تكلفها عشرات المليارات من الدولارات، هذا سيؤدي إلى انهيار اقتصادها وانهيار قدرتها على أن تمول الحرب أيضا. ثم أيضا لا شك أن المنطقة الإقليم يتغير، وانظري إلى حالة الأردن مثلا، الأردن يجب أن نقرأها بشكل كبير جدا، هناك تحول كبير في الأردن في المملكة الأردنية الشقيقة، على أساس أنها أصبحت ترى فعلا بأن التعامل مع هذا الكيان على الطريقة التي كانت قد لا يكون مجديا، ورأينا تغيرا في الموقف وفي الخطاب، وقد يؤدي أيضا إلى تغيرات في السياسات وفي التوجهات. لذلك أعتقد بأنه في الأخير
إسرائيل قد ستفهم أعتقد بأن الانجرار وراء طروحات اليمين المتطرف أو وراء السياسات التي تعتقد أنها يمكن أن تفرض إرادتها على الفلسطيني بالقوة القاهرة انتهت، وعليها أن تفكر في ما بعد اليوم الآخر في اليوم الموالي من خلال السياسة، والسياسة تقتضي أن تفكر جديا في أن تعطي للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتنهي مسألة الاحتلال على الأقل بقضية إقامة حل الدولتين.